في إطار عملية دقيقة أنجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمدينة مراكش بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذلك مع فرقة التدخل الخاصة التابعة لولاية أمن مراكش، فقد تم إيقاف 5 أشخاص مشتبه في تورطهم في عصابة إجرامية وفي قضايا مخدرات، حيث تم إلقاء القبض على بعضهم داخل المجال الحضري والبعض الآخر تم إيقافه بالمجال القروي، وتمت عملية التفتيش داخل منازلهم بإحدى القرى الكائنة بمجال ولاد حسون، وتم العثور على كمية هامة من المخدرات، كذلك مبلغ مالي مهم يتجاوز 370 مليون سنتيم بالإضافة إلى 3 بنادق وذخيرة. الأبحاث لازالت مستمرة بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف النيابة العامة. بما أن هذه المخدرات هي تتعلق بكميات من مادة القنب الهندي بما يسمى بالشيرة وبالكيف، وكذلك كميات من المخدرات الشيرة، فإنها لها ارتباط بالمزودين بمنطقة الشمال، وهذا ما يتعلق بالأبحاث المستمرة في الموضوع.